يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، يا سائلا عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 72 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ليلة عاشوراء في السنة 61 للهجرة الشريفة، في هذه الليلة الخطيرة، في هذه الليلة التي يضيق فيها الوقت مهما اتسع، ساعاتها دقائق وربما ثواني، ليلة لا أستطيع أنا ولا يستطيع غيري مهما أوتينا من القدرة على البيان
ومن الموهبة في الفصاحة والبلاغة لا نستطيع أن نخبر عن مجرياتها كما جرت. أصحابها هم الذين يدركونها. العقيلة زينب، عائلة الحسين، أنصار الحسين، وأما الهاشميون وعلى رأسهم عباسهم فحديث أولئك يطول. في تلك الليلة العجيبة، في ليلة عاشوراء، في مقطع من مقاطعها، مقاطعها كثيرة تلك الليلة، في مقطع من مقاطعها جمع الحسين أهل بيته وأنصاره الذين سيجزرون جزر الأضاحي في صبيحة تلكم الليلة. جمعهم أبو السجاد، حدثهم عن أيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة، والحسين في كلها عين القلادة. هكذا يحدثنا القرآن في سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة من السورة، في حديث موسى النبي وقومه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ما هي هذه الآيات وما هي هذه الرسالة؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا المضمون الإجمالي لتلك الرسالة. أما التفاصيل: وذكرهم بأيام الله بحسب تفسيرهم، تفسير علي وآل علي، إنني أبرأ من تفسير نواصب السقيفة وأبرأ من تفسير نواصب النجف. ماذا جاء في تفسيرهم، في تفسير علي وآل علي؟ أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الكرة، يوم الرجعة، ويوم القيامة، إنها القيامة الكبرى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
هذا الوصف ينطبق على أصحاب الحسين وأهل بيته تمام الانطباق، على المخلصين من قوم موسى ينطبق هذا المعنى بدرجة من الدرجات. ذكرهم بأيام الله وعاشوراء هي المحرك الحقيقي لليوم الأول من أيام الله. اليوم الأول يوم القائم، الزيت الذي أنتجته عاشوراء هو الزيت الذي يشغل كل محركات المشروع المهدوي الأعظم، إنه الزيت الحسيني الفوار، ذلك الزيت الذي يحرك كل المحركات. في برنامج الرجعة العظيمة ابتداء من فاتحتها في اليوم الأول في يوم الخلاص، أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة، وطريق النور فيها عين القلادة فيه أبو السجاد. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جمع الحسين الصبارين الشكورين، جمعهم على رمال الغاضريات في ليلة عاشوراء وحدثهم، حدثهم بحديث الأيام. لقد أخبرهم عن كل تفاصيل صبيحة يوم غد، سيجزرون جميعا من عباسهم إلى رضيعهم وما بين عباسهم ورضيعهم، سيتهاوى الهاشميون وأنصار آل علي على الرمال. لقد أخبرهم أبو السجاد بكل التفاصيل، وماذا بعد؟ وأخبرهم بقيام القائم وبالرجعة وبكل التفاصيل، وأراهم بعد ذلك مواقعهم ومنازلهم في الجنان. اليوم الأول، اليوم الثاني، واليوم الثالث. لقد حدثهم بحديث الأيام. هذه ليلة عاشوراء، هل يحدثونكم خطباء مرجعية النجف بحديث الأيام؟ إنها أيام محمد وآل محمد التي روحها دماء الحسين، وهذا هو مضمون كلمة محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني مني مني، وأنا وأنا من حسين. نذهب إلى فاصل. ليش يا المي يا مون،
نجبل علي أذيك يا الميمون أمي بيش حالك نجبل علي تجور بالجامعك وتصهيد شمالك وانتك خيفي جيتني خالي الله أكبر أجيتني خالي ويا خيالك عفت ريمي جيتني خالي ويا خيالك عفت ريمي وين أخويا حسين أن وين أخويا عن صواوينا عن صوا عن جابر الجعفي عن جابر الجعفي ولله درك يا جابر هذا هو حامل أسرار الرجعة عن سيده باقر العلوم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتابي الخرائج والجرائح وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي للذين يتابعونني من مدينة قم الحبيبة قبره شاخص واضح في الصحن الكبير للسيدة المعصومة صلوات الله عليها هذا هو قطب الدين الراوندي صاحب هذا الكتاب المتوفى سنة 573 للهجرة هذا كتاب من كتبنا القديمة الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي صفحة 848 من الجزء الثاني الحديث 63 بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها الباقر يقول قال الحسين بن علي لأصحابه قبل أن يقتل في ليلة عاشوراء إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين وهي أرض تدعى عمورة من أسماء كربلاء وهي أرض تدعى عمورة ثم حدثهم عن استشهاده واستشهادهم إلى أن قال لهم ثم أمكثوا ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض
إلى بقية تفاصيل ما حدثهم عن رجعته، وحدثهم عن برنامج التطهير الأعظم الذي سيتصدى له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بعد القتلة الثانية في الدولة العلوية الكبرى. التفاصيل كثيرة والمقام مقام إيجاز. هل يحدثونكم خطباء المرجعية عن أيام الله في ليلة عاشوراء؟ لو هو الخرط نفس الخرط رايحين رادين عليه. كم للرجعة من أهمية حتى يكون أكثر حديث الحسين عنها؟ الرواية هكذا تبين لنا. وإذا لم تكونوا قد سمعتم بكتاب الخرائج والجرائح للراوندي، فهذه الرواية نفسها موجودة في مختصر البصائر، والبصائر لسعد الأشعري، وهذا مختصره. وقد أضاف الحسن ابن سليمان الحلي صاحب هذا الكتاب، أضاف أحاديث أخرى من جملتها هذه الرواية، نقلها عن الخرائج والجرائح. والحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، والراوندي توفي سنة 573 للهجرة. هذه كتبنا القديمة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية أوردها في صفحة 139، رقم الحديث 107. الحديث هو حديث الرجعة في ليلة عاشوراء في مجلس المتحدث فيه حسين والحضار العباس وعلي الأكبر والقاسم وحبيب ابن مظاهر ومسلم ابن عوسجة وزهير ابن القين والباقية من الأطهار من الهاشميين وأنصار فاطمة الزهراء. ما هكذا نسلم عليهم في زيارتهم من أنهم أنصار فاطمة، هم أنصار حسين صلوات الله وسلامه عليه. والرواية هي نقلها الشيخ المجلسي في البحار، نقلها مرة في الجزء 45. لماذا لا ينقلها خطباء المرجعية لكم من هذا الجزء وهم يعودون إليه؟ فهذا الجزء الحديث فيه عن الحسين، هذا هو الجزء 45 من بحار المجلس من طبعة دار إحياء التراث العربي، أورد الرواية في الصفحة 80. إنه الحديث السادس
حديث عن الرجعة في ليلة عاشوراء، في أخطر ليلة وفي أضيق وقت. وهذا هو الجزء 53 أيضا من بحار الأنوار، وقد ذكر الرواية في الصفحة 61 إنه الحديث 52. الحديث هو الحديث، حديث حسين عن الرجعة، عن رجعته وعن رجعة أنصاره. الحسين يحدثهم عن الذي سيجري غدا في يوم عاشوراء وما سيكون بعد ذلك، يحدثهم عن الرجعة العظيمة. وهذا الجزء الرابع من عوالم العلوم، من عوالم المهدي، الجزء الرابع من العوالم ومستدركاتها بحسب طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في الصفحة 500 وفي الباب 6 ورقم الحديث 2886، حديث عن الرجعة هو حديث الخرائج والجرائح، حديث جابر الجعفي عن باقر العلوم. أنا لست في مقام الاستقصاء، إنما أردت أن أقول لكم من أن كتب حديث أهل البيت ينتشر فيها هذا الخبر، وحديث الحسين عن الرجعة واضح في هذه الكتب. لذا ما نقرأه في كلمات أصحاب الحسين في ذلك المجلس حينما عرض عليهم أن يتركوه، وبعد ذلك حدثهم ما حدثهم وقال لهم ما قال لهم، كلمات أصحاب الحسين في تلك الليلة وفي صبيحة عاشوراء هي على سبيل المثال ما ذكره الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، الطبعة الأولى لسنة 1428 للهجرة. في صفحة 336 ماذا قال زهير بن القين مخاطبا سيد الشهداء؟ والله لوددت أني قتلت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 1000 مرة، وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. ألا يشعرنا هذا من أن زهيرا يشير إلى رجعتهم ويشير إلى قتلتهم أيضا مرة أخرى؟ ألا تستشعرون هذا؟ والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت هكذا 1000 مرة. يا حسين، إن كنت تخبرنا عن مرة أخرى ولتكن حتى
حتى أقتل هكذا 1000 مرة. نذهب إلى فاصل. كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار. بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية هاي الدنيا. أيام هل أحتاج أن أشير إلى أهمية الرجعة من خلال ما بينته لكم من أن الحسين في ليلة عاشوراء في ذلك الوقت الضيق كان يحدثهم ويخبرهم عن الرجعة العظيمة ومجرياتها؟ هل أحتاج إلى أن أستدل بهذه الواقعة على أهمية الرجعة، أم أنها واضحة لديكم؟ من كل ما تقدم في الحلقات، أتحدث عن حلقات هذه المجموعة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين، ما تقدم في الحلقات وإلى هذه اللحظة يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أهمية موقع الرجعة في عقيدة محمد وآل محمد، لا أتحدث عن عقيدة مراجع النجف وكربلاء، فالرجعة في عقيدتهم حتى الذين يعتقدون بها لا يجدون لها أهمية، ولذا لا يشترطونها في الإيمان، لا يشترطونها في التشيع. ما هي بأصل يتوقف عليه الإيمان؟ لا شأن لي بهراء مراجع حوزة الطوس، حوزة النجف، الشافعية، المعتزلية، الناصبية، لا شأن لي بها.
إنما أحدثكم عن عقيدة محمد وآل محمد التي مصادرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط. ف قاف ط. النقطة الأولى، أهمية موقع الرجعة في عقيدة محمد وآل محمد. والنقطة الثانية، الارتباط المفصلي بين دماء الحسين، بين نحر الحسين، وبين الرجعة. وقد قرأت عليكم ما جاء في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان، وهو يوم ولادة سيد الشهداء، والدعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: قتيل العبرة أبو السجاد، قتيل العبرة وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة، متى يوم الكرة، المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. هذا هو المثمن الذي دفع الحسين دمه ثمنا له، إنها الرجعة والكرة والأوبة. المعوض من قتله، من الذي عوضه؟ سبحانه وتعالى. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. هذا هو برنامج الرجعة. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار. هذا هو برنامج الرجعة، هذا هو المثمن الذي دفع الحسين ثمنه. وأي ثمن؟ دفع الحسين دماءه لهذا المثمن. أي برنامج هذا؟ وأي أهمية هذه؟ وأي غباء عند مراجع النجاة الذين لا يجدون أهمية لهذا المثمن؟ وأي غباء عندكم أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين ولا تعرفون ما هو المثمن الذي دفع الحسين دماءه ثمنا له؟ أي غباء وأي ثول أنتم تعيشونه؟ أنتم يا خطباء المنبر، يا أيها الثولان، وأنتم يا أيها الشعراء، ويا أيها الرواديد، يا أيها الغبران، وأنتم يا أصحاب المواكب والهيئات،
خيبة أنتم تعيشونها؟ لماذا؟ لأنكم تأخذون دينكم من أولئك الأغبياء في النجف وكربلاء، لا تأخذون دينكم من مصادره الحقيقة الأصلية، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم، ومن زياراتهم، ومن أدعيتهم. دماء الحسين ثمن، والمثمن الرجعة، المثمن أيام الله، مثلما مرت علينا الآية في سورة إبراهيم، فإن الله أمر موسى أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور، إلى عالم النور، بأي شيء؟ بتذكيرهم بأيام الله. والحسين هو سيد عالم النور، هو مصباح الهدى، هو المصباح الذي يشرق منذ الأزل. دماؤه ثمن لأيام الله. يوم القائم مقدمة ليوم الرجعة، وكلا اليومين مقدمة ليوم القيامة الكبرى، وستأتينا التفاصيل. من هنا فإننا نقرأ في زيارة آل ياسين المعروفة المشهورة، والتي وردتنا عن إمام زماننا من دون طلب من الشيعة، هو بعث بهذه الزيارة إلينا من ناحيته المقدسة، عبر سفرائه ووكلائه، ووكلائه الحقيقيين، لا كالذين يضحكون علينا من مراجع النجف وكربلاء، الذين لا يفقهون شيئا من عقيدة الحجة ابن الحسن، ولا يفقهون أسرار حديثه وكلامه، ويكذبون علينا، يقولون نحن نوابه. أي نواب هؤلاء الذين لا يدركون أسرار وتفاصيل عقيدته صلوات الله عليه؟ كيف ينوبون عن هؤلاء الأغبياء؟ فإمام زماننا هو الذي بعث إلينا بهذه الزيارة نعرض فيها عقيدتنا بين يديه، فماذا نقول؟ وأشهد أنك حجة الله. هذا اليوم الأول، متى تتحقق حجة الله في أجمل صورها؟ الحجة المهدوية في يوم الخلاص، حجته ثابتة في يومنا هذا وفي أمسنا الماضي، لكنها متى تتجلى في أبهى حللها؟ في يوم الخلاص. وهذا هو اليوم الأول من أيام محمد، من الأيام التي عين القلادة فيها أبو السجاد. وأشهد أنك يا بقية الله حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. سود الله وجوهكم يا مراجع النجف وكربلاء، هذه عقيدة الإمام الذي تضحكون علينا وتقولون من أنكم نوابه. يا أيها الكذابون، يا أيها الدجالون، هذه عقيدة صاحب الزمان.
أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لكنكم لا خير فيكم. أنا أخاطبكم أنتم الذين تقولون من أنكم خدام الحسين، لا خير فيكم. أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. فأنتم تقرؤون بلا تدبر، لا خير في قراءتكم. والذين لا خير في قراءتهم هم لا خير فيهم. لا خير فيكم، لو كان فيكم من خير لكانت قراءتكم للزيارات والأدعية في خير. ما هو هذا؟ كلام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت بالرجعة من قبل. مرت علينا في الحلقة الماضية الآية التي تحدثت عن القلوب المنكرة، إنها الآية التي تحدثت عن الرجعة، ومن أن القلوب التي لا تؤمن بحقيقة الرجعة من أنها قلوب كافرة. مرت علينا الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة كافرة. هكذا حدثنا أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم والرواية في تفسير القمي، وحدثنا جابر الجعفي عن باقر العلوم والرواية في تفسير العياشي. كل هذا قرأته عليكم في الحلقة الماضية. قلوبهم منكرة، ماذا قال الباقر؟ قال: قلوبهم كافرة. لماذا؟ لأنها لم تؤمن بحقيقة الرجعة، مثلما يريد محمد وآل محمد منا في ديننا في مرحلة التأويل. تدبروا في زيارة آل ياسين، هكذا جاء فيها: وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى شؤون يوم القيامة: وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، إلى بقية التفاصيل. هذا هو اليوم الثالث. أيام الله ثلاثة، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في صحائف العقيدة السليمة. عودوا إلى صحائف العقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تتعلموا العقيدة السليمة من مصادرها الحقيقية. تلاحظون أهمية عقيدة الرجعة، وتلاحظون التناسق بين الآيات والأحاديث التفسيرية، وبين الأدعية والزيارات، وبين سيرة المعصومين. وهل هناك من مثال واضح من سيرة المعصومين كالذي قام به سيد الشهداء في ليلة عاشوراء
في أحرج وقت وهو يحدث أنصاره وأهل بيته عن رجعتهم، عن رجعة الحسين والحسينيين. ماذا نقرأ في زيارة السرداب الشريف، في زيارة الحجة ابن الحسن؟ هذا هو المزار الكبير من مزاراتنا القديمة المعروفة، مزار ابن المشهد. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى قم المقدسة، من علماء ومحدثي القرن السادس الهجري رضوان الله تعالى عليه. في زيارة السرداب الشريف والتي تبدأ في صفحة 657، أقرأ عليكم من صفحة 658. أعيروني مسامعكم، هذه زياراتهم، زيارات أئمتنا. هكذا نزور إمامنا في سردابه الشريف: اللهم كما جعلت قلبي بذكره معمورا، بذكر الحجة ابن الحسن، يا ليت قلوبنا بذكره معمورة دائما، يا ليتها كذلك. يا ليتنا ننظف قلوبنا من صور وقذارات العجول البشرية، من أولئك العجول الذين جعلناهم في قلوبنا. يا ليتنا نطهر قلوبنا من تلك القذارة والقمامة، ونطهر قلوبنا بذكر الحجة ابن الحسن، كي تكون عامرة ومعمورة بذكره صلوات الله عليه. اللهم كما جعلت قلبي بذكره معمورا، فاجعل سلاحي دون نصرته مشهورا. هنا خطأ في الطبعة، مشهودة، النسخة الأصل مشهورة. اللهم كما جعلت قلبي بذكره معمورا، فاجعل سلاحي دون نصرته مشهورا. والسلاح يختلف من زمان إلى زمان، سلاحنا في زماننا هذا الإعلام والتعليم والنشر والتبليغ والإرشاد والتثقيف وإحياء الأمر في العقول أولا وفي القلوب ثانيا. اللهم كما جعلت قلبي بذكره معمورا، فاجعل سلاحي دون نصرته مشهورا. وإن حال بيني وبين لقائه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، وأقدرت به على خليقتك رغما، فأحيني عند ظهوره خارجا من حفرتي، مؤتزرا بكفني حتى أجاهد بين يديه في الصف الذي أثنيت عليهم في كتابك، فقلت كأنهم بنيان مرصوص. اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار،
وصعب علينا الانتصار. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون، بعد المنون في الرجعة إن شاء الله تعالى وفي عرصات يوم القيامة. عرفنا وجهه الطاهر المطهر إلى أن تقول الزيارة، إلى أن يقول الدعاء: اللهم إني أدين لك بالرجعة. هذا هو دين الرجعة، ديننا دين الرجعة، ذلك الذي يتحدث عنه الحسين في ليلة عاشوراء مع أخص خواصه، مع أهل بيته وأنصاره الأوفياء الذين لا يعرف الحسين أفضل منهم وأوفى منهم وخيرا منهم، ولا يعرف أهل بيت أبر من أهل بيته ولا أوصل منهم. هكذا وصفهم وهكذا تحدث عنهم غريب الطفوف أبو علي أبو السجاد. اللهم إني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة، مثلما مر التأكيد في زيارة آل ياسين، هذه زيارة السرداب الشريف تؤكد المعنى، وهكذا في كل زياراته: اللهم إني أدين لك بالرجعة. لماذا؟ لأن ديني هو دين الرجعة. سود الله وجوههم، وجوه مراجع النجف وكربلاء، وسود الله وجوه خطباء النجف وكربلاء الذين لا يدينون بهذا الدين مثل ما يريد صاحب هذا الدين. نذهب إلى فاصل. انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس شفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس شفن. نيت الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ لوني، نيت الزمن والأمل ويانا يا ابني الخطأ فلوني، ودعيك نشبعت أنت ضير يا وعد، ودعيك نشبعت أنت ضير يا
اللهم إني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة. تذكروا هذه الكلمة. اللهم إني أدين لك، فديني دين الرجعة، دين الكرة، دين الأوبة. إني مؤمن برجعتكم، بإيابكم، بكرتكم سادتي آل محمد، موقن بذلك. اللهم إني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة. الغاوث. لازلت مستمرا في قراءة هذه الزيارة. الغاوث، 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 يا صاحب الزمان، قطعت في وصلتك الخلان، وهجرت لزيارتك الأوطان، وأخفيت أمري عن أهل البلدان، لتكون شفيعا لي عند ربك وربي، وإلى آبائك وموالي في حسن التوفيق لي، وإسباغ النعمة علي، وسوق الإحسان إلي. صلى الله عليك سيدي يا بقية الله. هذا هو ديننا بحسب محمد وآل محمد، لا بحسب حوزة الطوسي، تلك حوزة السفاهة والسفهاء. حوزة الأولياء هي حوزة محمد وآل محمد، قرآنهم وحديثهم، هذه حوزة الأولياء. أما حوزة النجف فهي حوزة السفهاء. ألا وإن الصواب في خلافهم، ألا وإن الرشاد في خلافهم، هذه عقيدتي. قد تختلفون معي، أنتم أحرار وأنا حر بعقيدتي، لكن الفارق فيما بيني وبينكم أني وصلت إلى هذه النتيجة بالتحقيق والتدقيق، أما أنتم فقد وصلتم إلى النتيجة التي عندكم بالضحك على ذقونكم وبالصنمية والديخية. أتحفوهم، أتحفوهم، أتحفوهم بالوثيقة الديخية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل ما خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيان حالة أسرون فقش ديخ العربية فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 591 من حديث طويل مفصل هو الحديث الأول في الكتاب الذي عنوانه فضل القرآن حديث يحدثنا به سعد الخفاف
عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف. إمامنا الباقر يقول لسعد الخفاف: فمن لم يعرف الصلاة، إنه يتحدث عن الصلاة المفروضة الواجبة التي نؤديها يوميا، يتحدث عن هذه الصلاة. ينطبق هذا الكلام عن سائر الصلوات الأخرى، لكن الأهمية لهذه الصلوات اليومية، وهذا أمر واضح لديكم. الباقر يقول: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. فمن لم يعرف الصلاة لم يعرف مضمونها، لم يعرف أسرارها قطعا، كل بحسبه، لكن حقيقة واضحة تبدأ من أول الصلاة وتنتهي في نهايتها، وحق الصلاة هذا هو حق الحسين الذي نتحدث عنه. بينت لكم من أنني سأحدثكم في هذه الحلقات عن حق حسين الثابت في أعناقنا، الثابت في هذه الرقاب. لن أحدثكم عن الحسين بما هو الحسين. في هذه الحلقات أحدثكم عن حق حسين الثابت في رقابنا، حتى نستطيع أن نزور الحسين عارفين بحقه. هو هذا الحق الذي تتحدث عنه كلماتهم صلوات الله عليهم، وهذا الحق ثابت في صلواتنا. فهل تعرفون حق حسين في صلاتكم؟ أنتم الذين جعلتم الحسين عبادة لكم، هكذا تقولون، من أنكم نذرتم حياتكم للحسين. أنتم يا خدام الحسين، ماذا تعرفون عن الحسين؟ أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. بأية طريقة تفكرون في حق الحسين الذي يجب عليكم أن تعرفوه؟ من زار الحسين عارفا بحقه، ومن خدم الحسين عارفا بحقه، ومن أراد إحياء أمر الحسين عارفا بحقه، ومن صعد على المنابر أكان خطيبا أم كان شاعرا أم كان رادودا، لابد أن يكون عارفا بحق الحسين. وكل هذا لا وجود له على أرض الواقع في أجواء الذين يطلقون على أنفسهم من أنهم خدام الحسين. هل تعرفون حق الحسين في صلاتكم؟ إذا كنتم لا تعرفون حق الحسين في صلاتكم، فإنكم لا تعرفون حق الحسين لا في زيارة ولا في خدمة ولا في أي شيء آخر. الباقر هو الذي يقول: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. وقولوا لهؤلاء الغبران في النجف الذين يجدون الصلاة
والحجة وسائر العبادات الأخرى يجدونها مقدمة على ولاية الإمام المعصوم. قولوا لهم عودوا قبضوا من دبش بدينكم هذا، قبضوا من دبش. فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ما هو حقهم؟ ما علاقة حقهم بالصلاة؟ الكلام واضح، الإمام ربط بين حقهم وبين الصلاة، وتحديدا أشار إلى معرفة أسرار الصلاة. فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. الصلاة بحسب ما هم يقولون صلوات الله عليهم تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. التحريم الذي يعلن عنه بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة التحريم، بتكبيرة الافتتاح، هذه أسماؤها، تسمى بتكبيرة الافتتاح، بتكبيرة التحريم، بتكبيرة الإحرام. فالصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. الحديث عن الحدود الواجبة، وإلا هناك مقدمات مندوبة وهناك خاتمة طويلة مندوبة أيضا، لا نتحدث عن المندوب هنا، الحديث عن الواجب هنا. فالصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، وما بين التحريم والتسليم هناك تفاصيل، لكن أهم التفاصيل سورة الفاتحة. فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه بديهيات تعرفونها يا أيها المتدينون، يا أيها المتشرعون، لا أحتاج أن أطيل الوقوف عندها. فالصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، وفاتحة الكتاب معلم واضح في صلواتنا الواجبة والمندوبة. حديثنا عن صلواتنا الواجبة، عن صلواتنا اليومية. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. تعالوا كي نقف قليلا عند التحريم. في تشريع التحريم التكبيرة الواجبة واحدة، ولكن يستحب للتكبير في التحريم أن تكون التكبيرات سبعا، فهناك سبع تكبيرات، سبع تكبيرات. لو بحثنا عن أصل تشريعها في العالم الدنيوي وليس في العالم العرشي، في العالم الدنيوي في زمان رسول الله في مرحلة التنزيل، السبب في تشريعها الحسين. ما أنا الذي أقول، أحاديثهم
لا أستطيع أن أقرأ كل شيء من الأحاديث، وإنما سأورد لكم المضامين، فالوقت لا يكفي، الوقت لا يكفي. ماذا أفعل لهذا الوقت؟ عودوا إلى كتبنا المعروفة، عودوا إلى وسائل الشيعة وغيرها، عودوا إلى كتبنا التي نقلت لنا أحاديث أئمتنا صلوات الله عليه في زمان رسول الله في مرحلة التنزيل. أصل تشريع التكبيرات السبع في تحريم الصلاة الحسين، وقف رسول الله مكبرا وكان الحسين صغيرا قد وقف خلفه يصلي، كبر رسول الله التكبيرة الأولى وما كبر الحسين، بقي الحسين منتظرا. هناك حكمة حسينية، نحن لا نتحدث عن صغار كصغارنا، نحن نتحدث عن حسين هذا. عن حسين محمد صلى الله عليه وآله. كبر رسول الله مرة مرتين إلى المرة السابعة حينها كبر الحسين، فكان التشريع الحسيني لهذه التكبيرات كان التشريع تشريعا محمديا، والملاك ملاك التشريع هو الموقف الحسيني حينما كبر عند التكبيرة السابعة، كبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا موجود مذكور في رواياتنا وأحاديثنا. فالحسين معنا في الصلاة من أولها إلى آخرها. تشريع هذه التكبيرات تشريع محمدي بملاك حسيني، فعطر الحسين يفوح هنا، يفوح عند التحريم. هذا الملاك الدنيوي في مرحلة التنزيل، أما الملاك العرشي فيما بيننا وبين قبول صلاتنا لوصولها إلى عالم العرش، هناك سبعة حجب، إذا لم تجتزها صلاتنا فما هي بمقبولة. فلكل حجاب تكبيرة، والحسين أشار إلى هذا، الحسين أشار إلى هذا المضمون. حسيننا لم يكبر عند التكبيرة الأولى لأن تكبيرة الإحرام كانت قبل موقف الحسين واحدة فقط، إنما شرعت سبعا بعد موقف الحسين هذا، أحاديثهم هي التي تخبرنا. أنا لا أحدثكم بشيء جئت به من بيت جدتي أو من بيت خالتي، ولا أحدثكم بشيء جئتكم به من نواصب النجف أو من كتب سيد قطب أو من كتب نواصب السقيفة. أنا أحدثكم بحديث محمد وآل محمد من تلك العيون الصافية التي تجري بأمر ربها، تجري بدوام من دون انقطاع كما وصفها أمير المؤمنين، تلك العيون الصافية.
وحقي أذيال عباءة زينب بنت علي إني أحدثكم من تلك العيون الصافية. فملاك التشريع الحسيني يشير إلى تلك الحجب، إلى سبعة حجب كل تكبيرة تشير إلى اختراق حجاب من تلك الحجب. وإذا ما رجعنا إلى حديث المعراج فهناك وهناك وهناك ما يشير إلى هذه التفاصيل، ولست بصدد الإسهاب. الوقت يجري وأريد أن أكمل ما أريد عرضه بين أيديكم كي تتحقق الفائدة من هذا الحديث، فإنني مضطر للإيجاز والاختصار. في أحاديث المعراج هناك إشارات إلى هذا المضمون، وأما الصادق جعفر، جعفر الجعافر الصادق المطهر، أخبرنا بماذا؟ أخبرنا من أن السجود في الصلاة الواجبة وغيرها، وحديثنا عن الصلاة الواجبة، من أن السجود على تربة أبي السجاد، على تربة الحسين، تخرق الحجب السبع، تخرقها. لله أنت يا حسين، الحسين في كل تفاصيل ديننا، وهذه صلاتنا. أدركتم حق الحسين؟ أبدا. الكلام طويل 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 لا ينتهي لا ينتهي. نحن في أجواء حسين، في أجواء عين قلادة هذا الوجود، وفي أجواء عين قلادة هذا الدين. فأصل التشريع في التكبيرات المتعددة عند افتتاح الصلاة أصله حسيني، والإشارة إلى الحجب السبعة والتي سنخترقها بسجودنا على تراب، على تراب، على تراب داسته حوافر خيول أنصار أبي عبد الله، على تراب، على تراب لامسته تلك الأقدام الناعمة الصغيرة لأطفال الحسين وآل الحسين حينما ركضوا مذعورين حفاة على تلك الرمضاء وعلى تلك الرمال التي صبغتها دماء الهاشميين. وهناك هناك هناك الحسين، هناك الحسين قد جدلوه، قد جدلوه. شممت ثراك، شممت ثراك، فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي، وعفرت حدي،
وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. نذهب إلى فاصل. سيبقى عطر الحسين يفوح في كل سر من أسرار صلاتنا إذا كنا عارفين بحقه. كيف نقوم بطقس تكبيرة الإحرام؟ إننا نضع أيدينا ونضع الإبهامات عند منحرنا، فصلي لربك وانحر بحسب أحاديثهم. أن نضع أيدينا عند مناحرنا، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في رواياتهم هو الحسين، قد تقولون الزهراء، الزهراء هي الكوثر. الكوثر نهر لمحمد عند العرش، الكوثر نهر خاص في جنان محمد وآل محمد، الكوثر حوض الساقي عليه
أمير المؤمنين في يوم القيامة، في مواقف يوم القيامة، هناك موقف الحوض، وهو عالم يستمر إلى 1000 سنة، والكوثر حوض سيظهر في الدولة العلوية، في الدولة العلوية الكبرى، سيكون على الأرض. هو موجود الآن، هو موجود الآن، وعاء الرجعة موجود الآن، نحن مع الرجعة بالضبط، كالجنين الذي في الرحم، هو في الدنيا لكنه لا يراها، فالدنيا أوسع من الرحم. هذا الموضوع سنأتي عليه في الحلقات القادمة. الرجعة وعاء موجود الآن، قرأت عليكم في الآية السابعة من سورة الروم في الحلقة الماضية، في الآية السابعة بعد البسملة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافلون عن الرجعة المحيطة بالدنيا، هي جزء من الدنيا، لكن الدنيا ستكون متسعة في تلك المرحلة. فالجنين في رحم الأم هو في الدنيا، لكنه محبوس في رحم أمه. حينما يراد له أن يخرج من رحم أمه، سيخرج إلى الدنيا التي كان هو فيها، لكنه كان حبيسا في الرحم، ونحن كذلك. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل خارج عن هذه الحلقة، سأعود إليه في طوايا الحلقات القادمة. وأعود إلى حق حسين في صلاتنا، يصاحبنا من أولها إلى آخرها. وأعود إلى معنى الكوثر، وقلت من أن الكوثر حوض في الدنيا، حوض بمواصفات عجيبة غريبة، إنه حوض الكرار في الدولة الحيدرية العلوية التي ستستمر 44,000 سنة. والكوثر ولاية علي، والكوثر عطاء محمد وآل محمد لنا في الجنان، والكوثر معرفة إمام زماننا، والكوثر فاطمة، وفاطمة هي القيمة على كل ذلك. إذا كان الحديث عن فاطمة فدعوني أقرب لكم المعنى. حينما أبدأ برامجي، محاضراتي، دروسي، بل إنني أبدأ كل شيء بقولي: يا زهراء، في عبادتي، في حياتي، في شؤوني الدينية والدنيوية، إنني أبدأ بذكر يا زهراء قبل كل شيء، بنحو علني جلي أو بنحو خفي.
في كل شيء. ربيت نفسي على هذا وأنشأتها على هذا، أن أبدأ بذكرها يا زهراء. لماذا؟ هي القيمة، هي صاحبة القيمومة. البعض يعترض علي، لماذا أقول يا زهراء قبل البسملة؟ البسملة آية من القرآن، جزء من القرآن، والقرآن جزء من رسالة محمد، ورسالة محمد بكلها فاطمة لها القيمومة عليها. هكذا نقرأ في زيارتها: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وزعمنا يا زهراء، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون. لأي شيء؟ لكل ما أتانا به أبوك. فالبسملة هي جزء من القرآن، والقرآن جزء من كل ما أتانا به أبوه. ما هكذا نخاطبها؟ نضحك عليها أو نضحك على أنفسنا؟ تعالوا 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 كي نتفاهم، نضحك عليها أم نضحك على أنفسنا؟ وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون. لأي شيء؟ لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. ما هو هذا الدين؟ دين محمد وعلي. فإنا نسألك، إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هي صاحبة القيمومة، يرضى الله لرضاها، مقدمة رضا الله أن ترضى فاطمة عنا. فلذا أقول يا زهراء، ثم أبدأ بذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رضيت رضي سبحانه وتعالى. ما هذا المضمون؟ نحن نعرفه، وحق حسين النواصب يعرفونه أيضا في كتبهم في صحاحهم. يرضى الله لرضا فاطمة، ما نحن نعرفه، والنواصب أعداؤها يعرفون هذا. وقد أقر الأول والثاني بذلك حينما جاء معتذرين، والزهراء سألتهما عن هذه الحقيقة من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. هذه المضامين معروفة عند الجميع، عند العدو والصديق، عند الذين يحبون فاطمة وعند الذين قتلوا فاطمة. رضاها مقدمة لرضا الله، يرضى الله لرضاها أن ترضى أولا، وبعد ذلك يرضى الله. فلذا أنا أبدأ وأقول يا زهراء يا زهراء، هذا هو ديني، يا عمائم النجف هذه عقيدتي، لماذا تحاربونني؟ سأقف معكم، سأقف معكم عند الزهراء، هذه عقيدتي. فرضا فاطمة المقدمة، فاطمة لها القيمومة، الكوثر فاطمة، الكوثر فاطمة بمعنى القيمومة،
ليس الحديث عن فاطمة، لكنني أردت أن أبين لكم من أن الكوثر هو الحسين، والحسين زبدة من فاطمة، خلاصة فاطمة، مهجة فاطمة، روح فاطمة، قلب فاطمة. حين نتحدث عن الحسين إننا نتحدث عن قلب فاطمة، عن مهجة فاطمة. هذه قاعدة من قواعد التفسير في منهج علي في تفسير القرآن. المصطلح المتحرك، المصطلح المتجلي، إذا كان الحديث عن أهل البيت، الكوثر يتجلى في فاطمة ويتجلى في الحسين. بعض الأخوة هنا في كادر القناة يسألون عن الآية التي مرت علينا في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يقولون هل هناك من مؤامرة إسرائيلية؟ ليس هناك من مؤامرة إسرائيلية، هذا مصطلح متحرك. بنو إسرائيل في القرآن تأتي بمعنى ذرية يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب، وتأتي بمعنى اليهود بغض النظر أكانوا من ذرية يعقوب أم لم يكونوا. بنو إسرائيل مصطلح متحرك في بعض الآيات أو في مطالع الآيات، فالآيات لها مطالع ومجاري. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، بنو إسرائيل اليهود بغض النظر عن أنهم من ذرية يعقوب أم لم يكونوا. بنو إسرائيل هم شيعة أهل البيت، تارة يأتي ذلك بلسان المدح وتارة بلسان الذم. بنو إسرائيل بنو أمية، بنو إسرائيل هم أصحاب السقيفة، ولذا نبينا في حديث المنزلة أشار إلى هارون، والروايات أشارت إلى السامري والعجل. فبنو إسرائيل حينما يكون مطلع الآية لتفسدن في الأرض مرتين عن قتل الأمير وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا عن قتل الحسين، هذه هي السقيفة، بالضبط كمصطلح فرعون. فرعون مصطلح متحرك، فرعون تعني فرعون موسى، فرعون عنوان لكل فراعنة الأرض، للذين مضوا، للحاضرين وللآتين. فرعون عنوان للخليفة الثاني في روايات أهل البيت، وعنوان للخليفة المنصور العباسي. فرعون يطلق على خلفاء السقيفة الأول والثاني والثالث، وعلى خلفاء بني أمية جميعا، وعلى خلفاء بني العباس جميعا.
ولكن يخصص الخليفة المنصور بالذكر في الأحاديث، مثلما يخصص الخليفة الثاني من خلفاء السقيفة بالذكر. ففرعون عنوان متحرك، مصطلح متحرك، بنو إسرائيل كذلك. هذه الآية ذكرها أمير المؤمنين حينما جاءوا به إلى مسجد النبي في أحداث السقيفة وأحداث الهجوم على بيت فاطمة وقتل فاطمة صلوات الله عليها. في تلكم الأحداث لما أدخلوا الأميرة قسرا وقد قيدوه بالحبال، نادى باتجاه القبر الشريف بنفس الآية التي وردت في سورة الأعراف عن لسان هارون. ماذا قال هارون لأخيه موسى حينما جاء موسى من الميقات ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه؟ فماذا قال هارون؟ قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. الأمير ذكر هذه الآية يريد أن يذكر الأمة بما قاله رسول الله من منزلة علي في الأمة كمنزلة هارون في أمة موسى. فالأمير رفع صوته باتجاه قبر محمد صلى الله عليه وآله قائلا: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. على أي حال، هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل. إذا عدتم إلى برامجي السابقة فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع، عن المصطلح المتحرك، عن المصطلح المتجلي إذا كان الحديث في المصطلحات الخاصة بآل محمد. إنني أقترح هذا العنوان: الكوثر فاطمة. تتجلى فاطمة في هذا المصطلح الكوثر الحسين. الموضوعات واسعة والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، سأطوي كشحا عن هذا. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الحسين، فصلي لربك وانحر. وانحر، ضع يديك عند منحرك. نتذكر منحر الكوثر الذي هو منحر الدين. هذا الدين قد نحر، نحر الدين حينما نحر الحسين. كذابون هؤلاء مراجعنا وخطباؤنا يقولون لكم من أن حال الدين قد صلح. الدين قد نحر، نحر الدين. هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة. أنا أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 322، وباختصار هكذا يقول إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة: فالويل للعصاة الفساق، يا حسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام، نحروا الإسلام، الإسلام نحر. والصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أنها وجه ديننا، هو الذي قال لنا: الصلاة وجه دينكم، هي رأس ديننا، هي وجهه. الوجه أين يكون؟ الوجه في الرأس.
لقد نحروا صلاتنا، لقد نحروا ديننا. صاحب الأمر هكذا يقول: فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام، إلى آخر ما يقوله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. نحن نخاطب العباس في زيارته الشريفة، هكذا نخاطبه، نخاطب العباس الذي هو جندي من جنود الحسين، هكذا نقول له في زيارته: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فلعن الله أمة قتلتك يا قمر الهاشميين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. حرمة الإسلام انتهكت بانتهاك حرمة العباس. العباس وجههم، وجه الإسلام، حقيقة الإسلام، هكذا نزوره. هل نضحك عليه أم نضحك على أنفسنا؟ ولعن الله أمة استحلت منك المحارم، وماذا فعلت حينما استحلت منك المحارم يا أبا الفضل؟ وانتهكت حرمة الإسلام. إذا كانت حرمة الإسلام قد انتهكت بقتل أبي الفضل، فماذا أقول عن الإسلام حينما نحروا حسينا؟ لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام، والتف على أولئك الخطباء الذين يقولون من أن الإسلام قد صلح بعد مقتل الحسين. أي إسلام هذا الذي صلح؟ إذا كنا نتحدث عن حاضنة خاصة مخصوصة أنشأتها دماء الحسين فذلك حديث آخر، ذلك حديث آخر، سيأتي الكلام عن هذا المضمون. الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين، الروايات والأحاديث هكذا تقول. مثلما ارتدت الأمة بعد مقتل رسول الله وبعد قتل فاطمة وبعد الغدر بعلي ومحاولة قتله في السقيفة، الأمة ارتدت، ارتدت بكاملها، قلائلهم الذين بقوا على الإيمان. كذلك الحال حال الأمة بعد مقتل الحسين، الأحاديث هكذا أخبرتنا وأنبأتنا. نذهب إلى فاصل. نور عيني كيف تمضي اليوم عني، ولقد حمر ذا بالقرب مني، ولقد حد الأسى والضيم ركني، ولقد صار لدى الطغيان شأني. أين أنت اليوم؟ أي نور عيني يا حسين؟ أين أنت اليوم؟ أي نور عيني يا حسين؟ إن دهري قد غدا كيدا عليا، ليتني ما كنت قبل اليوم شيئا. كيف يقفو الناس مأجورا شقيا؟ إذ سيلقى الجبت والطاغوت غيا.